سبينجوميلين بالجزء الخارجي، في حين انه الفوسفاتينيل سيرين فوسفوتيديل سيلين و الفوسفو إيثانولومين هذا موجود بكثرة في النصف الداخلي من الغشاء الكرية الدم الحمراء. عندنا البروتينات الغشائية الموجودة، نصف البروتينات الغشائية الموجودة هي بروتينات كام، يعني بروتينات على امتداد الغشاء، يعني كام متكاملة في الغشاء بغشاء كرية الدم الحمراء. وهذه بروتين، أو كذلك عندنا بروتينات محيطية أيضا مرتبطة بالسطح الخارجي للسطح الداخلي لكريات الدم الحمراء. إذن عندنا كريات الدم الحمراء التركيب الدقيق لها تحتوينا على 40% دهون، 50% بروتينات، 10% كربوهيدرات. بالنسبة للدهون عندنا طبقتين من الدهون المفسفرة، طبقة خارجية لها نوعين من الدهون المفسفرة، وطبقة داخلية لها نوعين من الدهون المفسفرة. في حين أنه بروتينات كرات الدم الحمراء هي تكون متكاملة أي على امتداد على طول الغشاء، وعندنا بروتينات أيضا محيطية في السطح الداخلي مرتبطة بالسطح الداخلي لغشاء كرية الدم الحمراء. واضح شباب؟ واضح عزيز؟ كان محاضرة طويلة يعني ما تكمل هيتشي، ما يفيدنا لا تأخذ له تختصر مثلا نختصر؟ دكتور ما تلحق يعني بقيت نص ساعة ما تلحق تكمل محاضرة، بعدنا ثاني صفحة احنا ما ناخذ يعني ما نستفاد من الدعوفة ده. تمام، يعني نركز لكم شباب، نركز لكم على المواضيع الأساسية بس على شيء مهم بس نفتهمه يعني نريد احنا نحتاج بس تحتاجه؟ تمام ما نحتاج شيء نسوي مثلا ان شاء الله هو كلها تحتاجه، بس عندنا اكو يعني اقصد يعني اكو نقاط مهمه بكل محاضره راح نركز عليها نذكرها. تمام 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 دكتور بالضبط بالاتفاق. وين مثل المرحله؟ نعم دكتور نعم متفقين؟ تمام تمام براحتك. تمام هنا عندنا نتكلم عن المكون الآخر للدم اللي هو الليكوسايد، الاسم العلمي ليكوسايد، الاسم المتعارف هو الوايت بي سي أو الوايت بي سي يعني كرات الدم البيضاء اللي هو الدبليو بي اس الوايت بي سي دبليو بي سي. كريات الدم البيضاء قسموها إلى نوعين اعتمادا على وجود حبيبات داخل السيتوبلازم. كريات الدم البيضاء اللي سيتوبلازمها بحبيبات سموها غرانولار سايتس اللي هي الكريات الحبيبية، أو ما بها سيتوبلازم مالتها ما بها حبيبات غرانولار سايتس اللي هي الغير حبيبية. واضح؟ يعني عدد كريات الدم البيضاء بالإنسان بالوضع الاعتيادي، بالوضع الاعتيادي عدد كريات الدم البيضاء، وطلاب المعلومة كريات الدم البيضاء مؤشر لوجود الانفلاماتوري أو التهاب أو انفكشن العدوى، إذا زادت احتمال العدوى موجودة داخل يعني ضمن أو داخل بيشنت داخل مريض. فإذن المعدل الطبيعي لكريات الدم البيضاء بالإنسان طبيعي من 6 إلى 10 آلاف كرية دم بيضاء. المعدل الطبيعي لكريات الدم البيضاء بجسم الإنسان من 6 إلى 10 آلاف كرية دم بيضاء، هذا المعدل طبعا لكل مليمتر مكعب من الدم، كل مليمتر مكعب دم. إذا زادت كريات الدم البيضاء عن هذا المعدل الطبيعي يسموها الليكوسايتوسيس. الليكوسايتوسيس طبعا جد تزيد عن 10,000، اذا زادت عن 10,000 يسموها الليكوسايتوسيس، وهاي حاله مرضيه. اذا قلت الكريات دم بيضاء عن 6,000 اي وصلت 5,000 وما دون سموها الليكوبينيا،
ليكوبيني اللي هي انخفاض في كريات الدم البيضاء. اذا عندنا حالتين مرضيه، حاله زياده كريات الدم البيضاء شنو اسمها؟ واضح عندك؟ ليكوسايتوسيس. وحاله انخفاض كريات الدم البيضاء شنو اسمها؟ ليكوبيني. واضح شباب؟ واضحه؟ اي دكتور واضحه. واضحه دكتور واضح. عندنا 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 كريات الدم البيضاء اثناء مسيرها داخل الوعاء الدموي اكو عمليه يسموها ديابيتيس اللي هي عمليه انسلال او اختراق. هاي كريات الدم البيضاء راح تخترق الوعاء الدموي الموجود، تخترق الاندوثيليال، تخترق البطانة الوعاء الدموي وتخرج الى خارج الوعاء الدموي بالانسجه المحيطه بالوعاء الدموي. هاي بيا حاله بحاله وجود التهاب او عدوى او جسم غريب او ما يعني ميكروبات في المحيط للوعاء الدموي او الشعيرة الدموية، راح تخرج الكريات الدم البيضاء حتى تهاجم هذا يعني فرومبيد، هذا الجسم الغريب، وممكن انه ترجع داخل الوعاء الدموي بعمليه اسمها الديابيتس اللي هي عمليه الانسلال. كذلك من تستشعر وجود مواد كيميائيه او سموم، مواد كيميائيه ممكن ايضا انه تقوم كرات الدم البيضاء بدورها المناعي. النوع الاول جرانولار ليكوسايتس اللي هو كرات الدم البيضاء الحبيبيه، طبعا ها نتيجه وجود حبيبات في سيتوبلازم كرات الدم البيضاء. عدد الفصوص لها كحاله تشخيصيه، عدد الفصوص لها من 2 الى 5 فصوص داخل كل كريه، من 2 الى 5 فصوص داخل كل كريه. طبعا هذه الفصوص بيناتها اكو خيوط كروماتينيه تمسك هذه الفصوص. ننتقل، هذا شكل توضيحي يوضح لك انواع كريات الدم، شكل توضيحي يوضح لك انواع كريات الدم البيضاء. انواع كريات الدم البيضاء عندنا الحبيبيه، انواع كريات الدم البيضاء الحبيبيه. النوع الاول اللي هو نيتروفيلز، نيتروفيلز حتى نركز ناخذ ايش قد كميه كل كريه، ايش قد نسبتها داخل كريات الدم البيضاء، ايش قد نسبتها وايش قد العمر الافتراضي له نسبتها، اضافه الى عدد فصوصها. كل كريه شباب اعيد، كل كريه كل نوع نسبتها داخل الليكوسايت داخل كريات الدم البيضاء ايش قد كميتها نسبتها وعدد فصوصها، عدد فصوص هاي الكرية ايش قد كحالة تشخيصية، والعمر الافتراضي، العمر الافتراضي لكل كرية. واضح شباب؟ نبدأ بالنوع الأول نيتروفيلز. تعرف هذه الكريات، الكريات يعني العدل اللي يسموها، هذه نسبتها 60 إلى 70% بإجمالي كريات الدم البيضاء، 60 إلى 70%. عمرها قصير، عمرها يعني الافتراضي من 6 إلى 7 ساعات في يعني بالدم، ومن يوم إلى 4 أيام بالكونكتيف تشو بالنسيج الضام يعني خارج مجرى الدم. وشباب هذا العمر الافتراضي له. قطرها من 12 إلى 15 نانومتر، قطرها من 12 إلى 15 نانومتر. عدد الفصوص بالنواة من 3 إلى 5 فصوص، لاحظ عدد فصوص النواة بالنيتروفيل من 3 إلى 5 فصوص كما موضح في السلايد أدنى. واضح شباب؟ واضح واضح دكتور. النيتروفيل ننتقل، واضح شباب النيتروفيل؟ واضح واضح دكتور، واضح دكتور واضح. أنا من أقول لك واضح هذا، تأكد إنه واضح عندكم، زائداً أتأكد من الصوت، خاف يصير قطع. لا دكتور. أسينوفيل اللي هي الحمضة، تعرف بالحمضة، تحتوينا نسبتها من 2 إلى 4% من إجمالي كريات الدم البيضاء بالدم، نسبتها من 2 إلى 4%. قطرها من 12 إلى 18 نانومتر، قطرها من 12 إلى 18
نانو متر. عدد الفصوص لها فصين، نواته تحتوي لنا على فصين. الأزينوفيل تعمل كذلك على تحتوي لنا على بروتين الأرجينين، تحتوي لنا على بروتين الأرجينين، وتعمل كذلك على قتل الديدان الطفيلية، قتل الباراسايت أو الديدان الطفيلية. واضح؟ ننتقل، هذا شكل توضيحي، سلايد توضيحي للأزينوفيل اللي هو تحتوي لنا على فصين، هاي كرية دم بيضاء حمضة زينوفيل تحتوي لنا على فصين، نواته عبارة عن فصين مرتبطة بخيط كروماتيني. واضح؟ والسيتوبلازم أيضا محبب حبيبي. البازوفيل النوع الثالث لكرات دم بيضاء الحبيبية، البازوفيل. البازوفيل أصغر كريات، أصغر كريات الحبيبية، حجمها من 12 إلى 15، قطرها من 12 إلى 15. نسبتها ضمن كرات دم البيضاء هو من نصف إلى 1%، من نصف يعني صعب الحصول عليها، من نصف إلى 1% من مجموع إجمالي كريات الدم البيضاء. متوسط عمرها 10 إلى 15 يوم، متوسط عمرها 10 إلى 15 يوم. الكريات الدم البيضاء النوع الثاني غرانولار ليكوسايت، كريات الدم البيضاء الغير حبيبية، اللا حبيبية أو الغير حبيبية، هذه هي ما تحتوينا على حبيبات ضمن السيتوبلازم، ما تحتوينا على حبيبات ضمن السيتوبلازم. كريات الدم هي على نوعين، الغير حبيبية نوعين، الليمفوسايت والمونوسايت. هذه النوع الأول اللي هو الليمفوسايت، الليمفوسايت يعني الخلايا الليمفية، هذه الليمفوسايت موجودة كريات الدم البيضاء الغير حبيبية النوع الأول الليمفوسايت، نسبتها ضمن كريات الدم البيضاء 20 إلى 40%، 20 إلى 40%. الليمفوسايت عادة تكون صغيرة إلى متوسطة الحجم، صغيرة إلى متوسطة الحجم، حجمها يتراوح بين 6 إلى 8 نانومتر، قطرها 6 إلى 8 نانومتر، وقد تصل الكبيرة منها إلى 18 نانومتر. ايضا اذا نتكلم بالتفصيل عن الليمفوسايت، تحتوينا على التي ليمفوسايت والبي ليمفوسايت، وتحتوينا كذلك بالسيتوبلازم لها على جهاز كولجي والميتوكوندريا والرايبوسومات. هذا شكل توضيحي للليمفوسايت، صغيره الحجم، النواه تقع احد جوانب الخليه، هاي النواة قرصية أو كروية الشكل، هذا حجم الخلية بالكامل، وهذه النواة، والسيتوبلازم غير محبب غير حبيبي. واضح؟ أسفل منه شكل توضيحي للتي لنفوسايت والبي لنفوسايت بالمجهر الإلكتروني، تي لنفوسايت والبي لنفوسايت، هذا صور للخلايا اللي فيها نوع تي ونوع بي لنفوسايت مأخوذة بالمجهر الإلكتروني. نعم، النوع الآخر اللي هو المونوسايت أو تعرف بالخلايا الوحيدة، المونوسايت أو تعرف بالخلايا الوحيدة، هذه الخلايا، هذه الخلايا الوحيدة هي كبيرة الحجم بالنسبة للكريات الدم الكبيرة، تكون كبيرة الحجم بالنسبة لكريات الدم البيضاء، كبيرة الحجم، وقطرها من 12 إلى 20، قطرها من 12 إلى 20 نانومتر. الإجمالي الحجم الكلي إلها 3 إلى 8% من حجم كريات الدم
بيضاء 3-8% من حجم كريات الدم البيضاء. هذه الكريه هي اكبر كريات الدم البيضاء اللي هي الوحيده. لها ميزات، هذه كرات دم بيضاء الوحيده لها مجموعه ميزات، 6 ميزات. النواه لكريات الدم الوحيده عاده تكون تاخذ شكل، تعرف بشكل حذوه الفرس. السيتوبلازم، مونوسايت سيتوبلازم، النقطه الثانيه السيتوبلازم يكون قاعدي، سيتوبلازم قاعدي ويحتوينا على جزيئات او يعني حبوبات اللايسوسومات او الحبوب الاجسام الحاله، يحتوينا على الاجسام المونوسايت سيتوبلازم اللي يحتوينا على الاجسام الحاله اللايسوسوم. السيتوبلازم بالمونوسايت، النقطه الثالثه السيتوبلازم يحتوينا على جهاز كولجي ويحتوينا على الشبكه الاندوبلازميه الخشنه والبوليسومز والميتوكوندريا واللايسوسوم ايضا و حبيبات وحويصلات يعني سيتوبلازمية. سطح الكرية، سطح الخلية يحتوينا على حويصلات دقيقة، سطح الخلية يحتوينا على حويصلات دقيقة. النقطة اللي بعدها تنشأ، منشأ المونوسايت هو الستيم سيل، خلايا جذعية الموجودة ضمن الريد بون مورو، نخاع العظم الأحمر. متوسط عمر المونوسايت هو 3 أيام، متوسط عمر المونوسايت هو 3 أيام، وهذا شكل توضيح يوضح لنا المونوسايت. بلاد باتيلايتس اللي هو الصفيحات الدموية، الاسم العلمي لها الثرومبوسايتس، صفيحات الدموية اسم العلمي الثرومبوسايت. طبعا شكلها بيضوي، هي عبارة عن جزيئات سيتوبلازمية غير خلوية، جزيئات سيتوبلازمية غير خلوية. من نقول جزيئات يعني مو خلايا، الفرق انه الخلايا تتحقق بها الشروط للمعلومة لك، تحقق بها الشروط الثلاثة الأساسية هي وجود نواة وسيتوبلازم وغشاء خلوي أو غشاء سيتوبلازمي. هذه الجزيئات ما تحتوينا على نواة، فبالتالي فقدت أحد الشروط الأساسية حتى نطلق عليها خلية، بما انه ما تحتوينا على نواة إذن عرفوها بالجزيئات الخلوية. حجمها قطرها، العفو قطرها 2-4 نانومتر، قطر هذه الثرومبوسايت 2-4 نانومتر. تنشأ من المايكرو سايتس، المايكرو سايتس اللي هي الجزيئات الكبيرة، منشأها من الجزيئات الكبيرة. الخلايا الكبيرة أكبر الخلايا الكبيرة الموجودة، أكبر الخلايا الموجودة ضمن الريد بون مورو، هي الخلايا الكبيرة الموجودة ضمن الريد بون مورو هي هاي اللي تكون منشأ للصفيحات الدموية، هاي تعرف بالخلايا الكبيرة. عدد الصفيحات الدموية من 20,000 إلى العفو من 200,000 إلى 400,000. عدد الصفيحات الدموية من 200,000 إلى 400,000 في يعني لكل لكل لتر. عمرها، العمر الافتراضي لها هو 10 أيام، العمر الافتراضي لها هو 10 أيام. طبعا أجزاءها أكو جزء شفاف، جزء متجانس، وجزء غير شفاف. تحتوي بالجزء الشفاف لها على هذا تعرف الدينس تيوبولر سيستم اللي هو DTS اللي هو نظام الأنابيب الكثيفة. صفيحات دموية ناخذ آلية عملها بالكوغوليشن بحالة الخثرة تخثر، طبعا وظيفتها هي الخثرة حتى نعرف انه بشكل بسيط عندما يصاب
الوعاء الدموي يعني صاب بدمج او تلف يخرج الدم يصير بليدنج نزف يخرج الدم داخل الوعاء الدموي وبالتالي حتى يوقف هذا يتوقف هذا النزف نحتاج الى الصفيحات الدمويه راح تنطلق الصفيحات الدمويه راح تتاكسد بالهواء وبالتالي تحول الى فايبرين وبروثرومبين الى ثرومبين بوجود ايون الكالسيوم او عنصر الكالسيوم راح تكون الياف وهذه الالياف تكون بلوك او كانه سداده او مصد راح تتجمع ضمن هذه الالياف كرات الدم الحمراء وتحدث عمليه الكوغوليشن عمليه الخثره او التخثر. اذا عندنا صفحات دمويه حتى تسيطر على النزف عندنا مجموعه نقاط صفحات دمويه حتى تكمل عمليه السيطره على النزف عندنا مجموعه نقاط البرايمري اجريشن اللي هي التجمع الاولي هذا يوضح لنا التجمع الاولي بعد تلف النسيج الصفحات الدمويه راح تكون تشكل سداد او بلوك عندنا التجمع سكندري اجريشن اللي هو التجمع الثاني راح تنطلق صفحات دمويه وتطلق بالتالي الجلايكوبروتين بروتينات السكريه وتزداد زيد من حجم الخثره او زيد من حجم تجمع او انسداد الصفحات الدمويه بالتجمع الثاني وبلاد كوغوليشن اللي هو تخثر الدم راح يكون بسبب احتوائها على عوامل بلازما الدم اللي هن بروتينات بلازما الدم الفايبرين اللي هو جاينا من الفايبرينوجين راح يتكون عندنا الفايبرين وبالتالي راح يكون هذه الصفائح بشكل انسداد حتى تكون البلد جلوس تكون جلطة الدم أو تجلط الدم أو انسداد الوعاء الدموي بعملية الخثرة تنتج طبعا تنتج الجلوت أو هذه الخثرة نتيجة تفاعل الصفحات الدموية مع الميوسين مع الميوسين والاي تي بي اللي هو أدينونين تريفوسفيت هذه موجودة ضمن عملية الخثرة أيضا ممكن تزال الخثرة بواسطة تحلل البروتين تحلل البروتين ممكن إزالة هذه الخثرة بواسطة تحلل البروتين شكل توضيحي يوضح لنا الثرومبوسايتس أو البلاتيليتس هاي الصفحات الدموية ضمن مسحة الدم هاي هي جزيئات الصفحات الدموية هاي أشكال فقط للاطلاع بس التوضيح لكل موضوع شكرا لحسن استماعكم شباب اسمع منكم دكتور محمد دكتور راح ناخذ بس هذه النقاط اللي شرحتها انت نعم هذه النقاط توضح لنا عمل الصفحات الدمويه في حاله تخثر في حاله الخثره لا دكتور قصدي دكتور قصدي انه بالمحاضره النقاط اللي شرحت مثل الخلايا بس نسبهن وعمرهن وهيك شيء بس هذا اللي ناخذه لا هو هاي الاساسي بس مو نقولين بس معناها فقط هذه فقط ذني هاي من ضمن الشرح يعني هنا ذني مهمات نذكر المهمات بس احنا كنا على عجاله بناء على رغبتكم قلتوا الشغلات المهمه البقيه ايضا هم ممكن انه تجيكم هيك شيء قصدك مو اي نعم دكتور ايه بس احنا ذني يعني المهمات كانوا 80% من المحاضره تركيزنا على ذني بس البقيه ممكن ايضا وارد انه تجي أوكي. بالنسبه لكرات الدم عمرها وعدد فصوصها وحجمها او يعني